الوصفة النهاردة، وصفة اليوم كانت عبارة عن كفتة داوود، سهلة جدا، بتتعمل بأقل الإمكانيات، ممكن تعمليها في أي وقت، تكوني راجعة من شغلك مستعجلة ممكن تعمليها. ولو عجبكم الفيديو ده ممكن تعمل مشاركة وتفعل الجرس وتعمل متابعة، ويلا بينا نسمي الله. مساء الخير عليكم، مساء الخير على كل مشاهديني ومحبيني، مساء الفل على الجميع. النهارده هنعمل كفتة داوود، سهلة جدا، والواحدة لو كانت بتشتغل وما عندهاش وقت ممكن تيجي تعملها في ساعتها، يا دوبك ما بتاخدش معاها وقت. تمام، نبدأ بقى ونسمي، نقول بسم الله. انا عندي هنا لحمة مفرومة ايا كان كميتها، بتحتاج بصل، بصلة لو حاجة بسيطة، وبتحتاج بقدونس، بتحتاج ملح، فلفل اسود، تومة، نص معلقة قرفة. هنبدأ بإيه؟ نفرم البصل جامد ننعمه. تمام، في بعد ما بيعملوها بيريحوها في التلاجة، وفي بيحطوا دقيق. تمام، الاتنين واحد يعني، نسمي الله كمان تنعم خالص خالص. افرم البصل كله ده وارجع لكم تاني. كده فرمته، تمام، هنزله هنا عشان هرجع افرمه تاني مع اللحمة. انا عايزة اعصر بس منه المية عشان تكمل. هعمل ايه؟ اعصر منه المية. تمام، الطريقة دي. خلاص كده هنزل اللحمة المفرومة. خلي بالكم يا جماعة، لما تكونوا هتضربوا لحمة مفرومة في الكبة او اي حاجة زي الكبيبة، الملح ما بتحطوهوش الا في الاخر خالص. انا هحط بقية البهارات بس ما عدا الملح. الملح في الاخر، وهحط شوية بقدونس صغيرة عشان عندي ما بيحبش البقدونس، عشان دول هيتضربوا في الكبة تاني. عجنها كده كويس وارجع تمام، اهي تندمج مع بعض، وحطها في الكبة تاني عشان اضربها تاني. اغسل ايدي وارجع لكم تاني. بس يا جماعه انا ضربتها دي كده، فرمتها شويه، وهفرم التانيه بس هرجع افرمها تاني طالما حاسه انها لسه يعتبر البصله ما دابتش قوي، ما اتفرمتش قوي، يبقى تفرميها ممكن تاني. هفرمها برضو ايه تاني، هوريها لكم، بس هفرمها مرتين، لازم تتفرم مرتين عشان تنعم، عشان هنا السكينة يبدو انها باردة شوية. تمام كده، ارجع لكم تاني. بصوا هنا كمان، انا هنا فرمتها مرتين، بس هنا بتتدور على طول
هنا انا رشه هنا دقيق، مش هعملها بالدقيق، لا رشه بالدقيق كده تمام، وهسيبها بتاع نص ساعه في التلاجة. بالطريقة دي كلها مقاس واحد. ده انا كمان عصر البصلة، البصلة عشان تبقى ناشفة. خلاص كده اعمل الكمية كلها وارجع لكم تاني. بص يا جماعة انا مضطرية اصور بس الكهرباء مقطوعة تمام. انا طلعت الكفتة بقى اكتر يعني بقى لها مدة اقول عشان الكهرباء ما تيجي. حطيت هنا زيت مش كتير، حبة صغيرين على النار تمام كده. وهنا المكرونة انا بحطها طبعا بحلها، بتبقى بالطريقة دي، بتبقى بالطريقة دي. ومعايا الصلصة اللي هعمله لما يسخن الزيت، هنزل الكفته احمرها، ومطرح الزيت بالكفته هحط ثوم واحط الطماطم الصلصه يعني. يا رب يكون كده الصوره واضحه، في معلش في الضلمه شويه بس يا رب تكون الصوره واضحه. الزيت كده بدأ يسخن، بدأ يسخن طقطق كده يعني. ماشي هحركها من مكان. انا ما اقلبهاش بقى، هي اتحرك من نفسها لما الاقي احس انها اتحركت تمام كده. اذا اوريكم شويه عشان لما الكهرباء تيجي تكون هي بدات تتحرك كده. هعمل اللي هعمله بقى، هقلب فيها بقى هي من نفسها تتقلب. ريحتها جميلة جدا، الثومة بتخليها ريحتها حلوة قوي. عايزة اقلب فيها ياما عشان ما تتهراش، بس لما تتحط في الثلاجة وترش تحتيها دي بتمسك نفسيها. وانا شايلة مية البصل كمان بتبقى حلوة جدا. تمام كده هطلعها على في طبق على ورق مطبخ عشان يشرب الزيت اللي فيها شوية. الطريقة دي وارجع لكم تاني لما اخلص الكمية. هنا في حلة المكرونة اللي انا سلقت فيها حطيت الزيت اللي انا قليت بيه الكفتة هنا، وحطيت عليها تومة وبحمرها بالطريقة دي. وهنزل عليها الطماطم كتير، هنزل طماطم كتير مش شوية يعني تمام كده. تغلي بقى مع نفسها، احط لها الملح والفلفل الاسود والسكر وارجع لكم تاني. بكده الاول الكهرباء جت الحمد لله. بكده بقى الكفته حطيتها في قالب كده بايركس او اي حاجه، واحط عليها الصلصه. بسم الله تمام كده، وادخلها الفرن. ادخلها الفرن شويه تنشف تمام.
هرجع لكم بعد ما تخلص. بكده بقى بعد ما خلصت طلعت من الفرن والمكرونة من تحت وهي حطيناها من فوق، رأيكم بقى في الوصفة الجميلة دي؟ وصفة تحفة وريحتها جميلة جدا، أتمنى تجربوها. وأتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايكات وفي المشاركة. وأقول لكم إلى اللقاء في مطبخ ماما سوسو، باي باي.